مشاهدينا بدنا ننتقل وين معان؟ رح ننتقل الآن إلى زميلنا رعد عوجان من جديد وإلى محافظة معان. إليك رعد. شكرا إبراهيم، شكرا لارا. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة من محافظة معان، من محطة وهيدا الزراعية، للحديث أكثر عن المحطة الزراعية، محطة توهيد زراعية، بدايتها كمساحتها. معي على الهواء مباشرة عطوفة مدير زراعة محافظة معان المهندس أحمد الخطاب. مهندس أحمد، صباح الخير. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. محطة توهيد الزراعية محطة تبعد عن معان، غرب معان 20 كيلو تقريبا، تبلغ مساحتها 2000 كيلومتر. من المشاريع الريادية القديمة لتوطين البادية، إلا أنه تم تعطيلها لأكثر من مرة والأسباب عديدة. زار المحطة جلالة الملك قبل عامين، وأطلق بعدها نظام اللي هو الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبعد ذلك تم تأجير هذه المحطة للقطاع الخاص لشركة أركان الأربعة للاستثمارات الزراعية، وزارها الأسبوع الماضي يوم الخميس. كانت المحطة يعني بشغل طيب ومشكورة عليه شركة الأركان الأربعة، رؤية جميلة يعني بعد سنتين من وضع المحطة اللي كان متآكل خلينا نقول لأسباب عديدة، وإن شاء الله أنه فكرة جلالة الملك مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام أنه نوكل ثمرها إن شاء الله في مناطق أخرى، سواء في معان أو في مناطق غير معان إن شاء الله. طب مهندس، يعني تعطينا فكرة أيضا عن المنطقة كلها، تقع هذه المنطقة قريبة من محافظتنا زي ما حكينا، مليئة بالأشجار المختلفة المثمرة زي ما شايفين، كانت قبل أوضاعها يعني مزري نوعا ما، لكن الآن شايفين على أرض الواقع منطقة مزدهرة، منطقة خضراء جميلة. شو رسالتك من هون للعاملين، للقائمين على هذا المشروع، لالتماس رسائل جلالة الملك اللي دائما أينما وجد هناك أثر كبير لجلالة الملك في هذه المنطقة؟ يا سيدنا العزيز، كانت المحطة هاي محطة ريادية في بدايات الثمانينات، حيث تم انتشار زراعة التفاح وتعريف الناس بطريقة إرشادية إنتاجية لمعرفة الناس بالتفاح واللوزيات بشكل عام، تعريفهم بالأصناف الحديثة، والحمد لله كانت سبب انتشار كثير من الأصناف في مناطقنا وفي مناطق أخرى في المملكة، حيث كانت تصدر هذه المحطة لجميع أنحاء المملكة سواء فستق حلبي أو عنب أو باقي الأصناف. لكن المحطة أمورها صابها سوء يعني في بعض فتراتها، ورؤية جلالة الملك بأنه إدخال القطاع الخاص لأمور الكل بيعرفها، نشاط القطاع الخاص بكون أفضل دائما من القطاع الحكومي والبيروقراطي والأمور هاي إن شاء الله. ونشكر الشركة على الإنجازات الرائعة اللي أنا بشاهدها قاعد في المحطة اليوم بعد أقل من سنتين من تاريخ زيارة جلالة الملك لها. أنا حقيقة يعني عبر فترة طويلة كنت أزور هذه المنطقة، لم أشاهد أجمل من هيك منطقة خلال الأيام هذه، يعني منطقة مميزة حقيقة. زي ما تشايفين كاميرا زميلنا عيسى عليان الآن بيستعرض لنا المنطقة، جمال المنطقة، الأشجار المثمرة الموجودة فيها. هي واحة جوا الصحراء خلينا نقول. المنطقة تصلح للزراعة المعزولة، يعني أنا لما بزرع أي صنف بدي أعزله عن أمراض عن كذا. هاي المنطقة بعيدة عن المزارع، بعيدة عن المناطق اللي خلينا نقول اللي فيها نوعيات الأشجار الثانية، فنقدر نستغلها كمنطقة لإنتاج غراس معزولة عن الأمراض السارية في الأردن خلينا نقول، وإن شاء الله إنها تكون خير لقدام إن شاء الله. رسالتك هون للأيدي العاملة، كيف ممكن نستثمر هذه المنطقة ونلتمس حقيقة رسائل جلالة الملك بطريقة توعوية، بطريقة تفيد المجتمع المحلي هون؟ خلينا نبلش نقول شكر لشركة الأركان الأربعة أنهم قاموا بتأسيس معهد أو مركز تدريبي للمواطنين،
نلتمس الناس الموجودين هنا أو المواطنين الشباب من المجتمع المحلي إنهم يتدربوا وراح يستفيدوا سواء اللي بتعين عندهم في الشركة أو اللي بتعين في مزارع أخرى، لأنه أي واحد بده ينشئ مزرعة بده أيدي عاملة مدربة، فإن شاء الله تكون إنها رافد للأردن ورافد للمنطقة بشكل أساسي للأيدي العاملة الخبيرة إن شاء الله. يا سيدي كل الشكر لك مهندس أحمد آل خطاب وهو مدير زراعة محافظة معان على هذا الجهد، كل الشكر للقائمين على هذا المشروع شركة أركان الأربعة، حقيقة جهد كبير ملموس من القائمين على هذا المشروع، شكرا لأهالي المنطقة للمجتمع المحلي في هون في محافظة معان في منطقة وهيدة الزراعي. نترككم مع لقطات استعراض من زميلنا المبدع عيسى عليان. كمان لأنه بالفترة هاي يعني ببلش هلأ في محاصيل تزرع ومحاصيل تحصد وزيت الزيتون وغيره. نعم يعطيك ألف عافية، ورح ناخد فاصل ومنرجع حتى نكون معكم. خليكم أنا.